السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس؟ ما تقعد. واقف ليه؟ ولا مستعجل؟ لا أبداً أنا مستعجل على إيه يعني؟ ده أنا حتى كنت أقعد معاك شوية. نازل مصر؟ آه بس لسه آخر النهار. بص يا خالد. أنا متأسف وندمان على كل كلمة قلتها لك يا خالد. وحقك عليا يا خالد. والشغل كابس عليا اليومين دول، صح؟ مش هو ده اللي انت جاي تقوله؟ ايوه سيدي، هو ده اللي جاي لي. يبقى جايتك دي يا باشمهندس على الفاضي. يعني على الفاضي؟ احنا بنستلم منك اصلا. يعني أنا من ساعة ما كلمتك كده بضرب نفسي مليون جزمة، أنا حتى ماليش عين أوريك وشي. عارف كنت أزعل منك أنت حسن،
كنت افتنيت عليا. لما الحقت ربنا كل كلمة انت قلتها لي افتكرت ان انا زعلان منها. وما ينفعش برضه بعد 25 سنة اجي فجأة كده واعمل فيها الاب واتدخل في حياتك وفي بيتك واقول لك ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. بس ده برضه ما يمنعش ان انا واخد على خاطر زعلان. شفت؟ اديك برضه لسه زعلان مني يعني. الأب الزعلان منك. زعلان مني يا حسن. مالك؟ دي فيها أمك. أمك وأولادي يا ولد. بيسألوا عنك وأنا على طول بضحك عليهم. دوم حسن زي ما هو. حسن ما اتغيرش، أنتوا بس اللي مش واخدين بالكم. يا خالي أنا ما اتغيرتش ولا حاجة. وحش زي ما هما بيقولوا، وسبت نادية تتجوز. تتبسط بقى، ما تتبسطش ما كنتش حطيت في دماغي. أنا وحش ما كنتش جيت كل شوية عشان أسأل عليك وعلى أمي. كنت ممكن أطلع مليون حجة عشان ما أهربش ناحية اسكندرية. وردة حسن، ما جبتش سيرتها يعني. هي كمان زعلانة مني وحاسة إن أنا متغير. بس ما بتقولش. يعني حاسس بيها؟ زي ما هي حاسه بيا بالظبط. يا خالي انا من جوايا زي ما انا ما اتغيرتش. كل حكايه ان انا بدي اشوف الدنيا بعين تانيه خالص. اشوف الدنيا بحسبه تانيه. زمان الدنيا كانت على قدنا. محندقه ولمانه. كل الحياه كانت بين قطر ومينا. النهارده الدنيا كبرت قوي علينا يا خالي. الدنيا بقى كلها ناس وحشه ما بترحمش. وعليك بايه كل ده يا حسن؟ عارف اللي فيها. الدنيا دي تدخلها بمزاجك يعني هتتزق فيها بخبرها. وانا بقى مش اتزقيت. انا وقعت من فوق وهي اللي استلقتني. اوعى لحالك يا حسن. ما تعملش زي القطر. وتدوس على كل اللي في سكتك من غير تمييز. الدنيا قدامك يا ابني. تبدي. تروحش انت لغايه اخرها وتقول نصيب. فكر يا حسن وبعدين اعمل اللي انت عايزه. علي باطل. عرفت ازاي ان انا هنا؟ عرفت من دكتور امشير. قلت له عايزاك ضروري، قال لي على ثلاث اماكن ممكن الاقيك فيهم. ولفيتي عليهم كلهم؟ حظي حلو، ده اول مكان لقيتك فيه على طول. ده اكتر مكان بحبه على الكورنيش. عشان كده بحب اهرب فيه. يهرب من ايه؟ من أي حاجة تخنق. الحاجات دي دلوقتي مفيش أكتر منها. طب مش يمكن لما تقعد لوحدك تتضايق أكتر؟ أنا بتهيألي المخنوق ده لازم يقعد مع ناس تخليه يخرج من الحالة اللي هو فيها. بخاف أقعد مع حد وعديه. أنت عارف إن أنا كل ما بشوفك بحس إنك بتديني أمل كبير قوي في الحياة. بحس إن اللي جاي أحلى بجد. فبالنسبة لي غريب قوي اني اشوف مصدر التفاؤل والامل بتاعي حاسس باحباط. طب تخيل كده يجرى لنا ايه؟ انا اسف يا فهد، اسف بس اليومين دول حاسس اني كده مكسور ومخنوق وضعيف ومش عايز اقعد مع حد. انت سالت علي امشير ليه؟ عايزة اشوفك. ايوه انا ساكتة ليه؟ ولا حاجة، عايزة اسمعك انت وانت بتتكلم. يعني مش مستغرباني زيهم وشايفة ان انا متغير يعني؟ لا خالص.
انت عارف ان انا ما اقدرش اخبي عليك حاجه ابدا. يعني ليش شايفاني حسن زي ما انا؟ مالك يا وردي في ايه؟ حتى لو اتغيرت يا حسن ليك حق، ما انا كمان اتغيرت. انا زمان كنت بفهمك من غير ما تتكلم، كنت ببعدك عن الدنيا لو ضلمت قدامك. دلوقتي مبقتش عارفه افهمك، حاسه ان انا ببعدك بايديا. انا مين اللي قال كده يا برد؟ من يوم ما بابا رشيدي مات وانا حاسه ان الدنيا عماله تتهد قدامي حته حته، ما بفتكرش غير الحاجات اللي بتزعلني وبس. امي اللي ماتت قبل ما اوعى عليها، وابويا اللي مبقاش فاضل لي منه غير اسمه بس، وزيارة كده كل كام شهر ما بتفرحنيش على قد ما بتتعبني وبتحسسني ان انا يتيمة. حتى شهد، حتى شهد اللي كان نفسي يبقى لي بنت زيها كده راحت. وايه لازمته الكلام ده يا ورد؟ لازمته ان انا تايهة، تايهة وانت بتبعد وما اقدرش الومك. حتى لو ده حصل ايه اللي يخليه يتغير من ناحيتك؟ معرفش، معرفش يا حسن. انا ماليش غيرك يا حسن، ماليش غير حضنك ده وخايفه يروح منه. بص يا ورد، احنا كل يوم الدنيا بتتغير من حوالينا، اللي بيطاعوهاش بتخبطوا وبتطلعوا بره. كل يوم الدنيا بتطلع ناس بره وبتجيب غيرهم، وتبص لنا هي بتضحك لنا، بتقول لنا انسوا كل اللي عرفتوه عني، اللي جاي حاجه تانية خالص. يا نبقى قد ونقف قصاده، يا نطلع بره ونتفرج على حلمنا بيضيع من قدام عينينا. بس انا خايفه حلمنا يضيع مننا يا حسن. وانا ما حلمتش غير بيكي، وده مش هتغير، ومش هسمح ان يروح مني يا ورده. بجد يا حسن اوعدني يا حسن والنبي ان انت عمرك ما هتبعد عني. بحط ورده بس. سمية. أي ماما. شكلك بتحبي اليومين دول. يبقى بتحبي. قولي لي بقى يا بنت، مين واسمه ايه؟ واحد معايا في الكلية. في سنة كام؟ في آخر سنة. Is it serious؟ على الأقل من ناحيتي. يعني إيه على الأقل من ناحيتك؟ وهو هيلاقي أحلى من بنتي فين؟ حياتي. كان لازم تعرف إنك لما هتتغير مش هتتغير لوحدك، كل بني آدم عرفته وحبيته هتتغير ناحيته هو كمان. أنت زعلان ليه؟ مش انت اللي اخترت السكه ومشيت فيها؟ كنت فاكر ايه؟ فاكر انك هتفضل معاهم حسن بتاع زمان؟ ازاي حصل كل ده؟ امك واختك وخالك وقبل دول كلهم ورد؟ طب ازاي؟ ريشو بحتة عيل يعمل فيك كده. خد امسكي اشربي ده يريحك شويه، ينسون زي الفل. تسلم ايدك. انت لو اختي مش هتراعيني زي ما انت مراعيني كده يا سي حسن. لا شو غصب عني، انت عارفه قالوا لي الشغل والسفر ما كنتش اتنقلت من جنبك. ربنا يخليك. مالك يا شو؟ موجوع يا سي حسن. ايه بس اللي واجعك؟ انا عاجبك اللي انت فيه ده. رميتي كده لوحدي واختي بيني وبينها خطوتين مش قادر اروح اشوفها. يا ست على اختك ما تحمليش هم، بعد ما تقومي بالسلام هاخدك وروح نعمل لها زياره. ما تضحكش عليا، ما انت عارف اللي فيها. مسافتنا الواد هيجي هيتكتب علينا الغربه. الواد يا سي حسن اتكتب عليه عيش من غير اهله وناس. تاني يا شباب، واحنا بقى مش نخلص من الحوار ده. ارمي كل حاجه ورا ظهرك عشان تعرفي تعيشي، لو مش عشانك عشان خاطر الواد. غلطه يا ستي وغلطناها، هنعذب روحنا بسببها طول العمر. حقك عليا يا سي حسن، بس كان نفسي الواد ما يشوفش اللي انا شفته ولا يا
اعيش العذاب اللي انا عشته، بس شكله كده العذاب في الدنيا دي بالوراثه. يا ستي مش هشوف حاجه وحشه، هشوف دنيا زي الفل ان شاء الله، ويبقى حوالي اهل وناس وكل حاجه. ما تقلقيش عليه، ربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك ابدا. سيبي على الله ونعم بالله. أكرم باشا. حاضر. مسافة السكة أكون عند سيادتك. كلهم لابسين وشوش بيضحكوا بيها على الناس وبيضحكوا بيها على نفسهم علشان ينافقوا ويكذبوا ويخافوا ويخوفوا. عادي هنا كل حاجه عادي يا باشا، بس متهيألي اللي يوصل الباشا لازم يبقى عنده دولاب مليان وشوش، واللي ما عندوش يترمي بره السور مع الغلابه بقى والمساكين. الباشا ولي النعم لو سمعك بتقول الكلام ده يا ابو علي مش عارف هيعمل فيك ايه. يعني هيعمل فيا ايه؟ هيزول النعمه؟ ده ناقص. الباشا حسن هو اللي بيتاجر في الوشوش دي اصلا، هو اللي بيبيعها لهم، عشان كده هو الوحيد اللي عارف كل واحد فيهم على حقيقته. الراجل فيهم عبد والست متعه. واحيانا بيبدلوا الادوار. لا لو كده مش عايز منه وشوش، انا كده تمام. بس يا ابو علي بقى ما تفوقنيش. قول لي اخبار عادل الراوي ايه؟ كله متقبل. واسمعك كلام كويس هيعجبك، هتتبسط قوي. والموج عالي عليا بتشيل وتحط فيا
هم دول بقى اللي هيترموا بره السوق يا حسن مع الغلابة. بالظبط. عن إذنك يا أبو علي. طال انتظارنا المقابلة معاليك يا باشا. ايه في جديد؟ هو في حاجة ممكن تخفى على معاليك عشان يبقى في جديد يا باشا؟ كويس كويس يا باشا. كنت عاوز اسأل معاليك سؤال. هو في حاجة مزعلك مني؟ انت عملت حاجة تزعل؟ لا يا باشا، بس غياب رضا معاليك علينا محسسني كده. اعمل اللي يرضيني وزعلي هيبعد عنك لوحده يا اكرم. ما هو ده اللي بحاول معاليك اعمله لنادي. لو تسمح لي، يعني انا جايب لسعادتك هديه، تفاحيه محتاجه ايد سعادتك انها تقشرها، ولو اني عارف ان سعادتك بتحب تاكل التفاح بقشره، بس انا واثق انها هتنول الرضا والاعجاب. انت عارف ايه مشكله الهدايا؟ ايه يا باشا؟ انها بتطمن اللي جايبها أكتر ما بتريح اللي رايحالي. يمكن تعجبني يمكن ما تعجبنيش، وجايز تعجبني زيادة عن اللزوم. قدم هديتك يا أكرم وحيوصلك ردي. تحت أمر معاليك. وحلفت للظابط 100 يمين إني مش أنا اللي سرقت التمثال، ما صدقنيش. أديك لا تعرفني ولا عرفك، أنا شكلي حرامي؟ أنت جاي في أثار؟ شكلك حرامي وشيخ منصر كمان. علي النعمة دي بري، يا ترى هيعملوا فيا ايه؟ يا عم قضى اخف من قضى. والاخ جاي في ايه؟ تحرش. اتحرشوا بيك؟ لا، انا بحب اتحرش بالنسوان في الاتوبيسات، اصلها غوايه بقى.
هما قالوا لك؟ عيبك يا عادل انك انت فاكر نفسك راجل اعمال كبير. لا انا اسف في الكلمه، راجل اعمال ايه؟ قصدي عيبك يا عادل انك فاكر نفسك راجل اساسا. عارف ليه؟ عشان لما تيجي تتحدى اكرم البدري تيجي تواجهه كده فيس تو فيس، اتنين رجاله مع بعض. لكن شغل العيال اللي انت بتعمله ده، وانت عارف بقى اللي يمشي ورا العيال اعرف قيمة المكان اللي انت فيه يا اكرم قبل ما تقل ادبك. اعرف انت قيمة الراجل اللي قاعد قدامك قبل ما تقل عقلك. ها تحب اكمل لك اللي الراجل بتاعك ما عرفش يحكيه لك في التليفون؟ ولا خليها لك مفاجأة؟ هقول لك، هحرق لك المفاجأة. شوف يا سيدي، هو كان عاوز يقول لك ان المخزن فعلا اتحرق، دي حقيقة. بس بضاعة اكرم البدري طلعت سليمة، بيو اتبخرت. لكن يا ترى بقى ايه اللي اتحرق مكانها؟ يا ربي ايه اللي اتحرق مكانها؟ اكبر شحنة ليك يا عادل في تاريخك كله اتحرقت جوه المخزن. يعني انت حرقت نفسك في نفسك بايديك يا معلم. بالشفا بالشفا يا دولة، بالشفا بالشفا يا رجل الأعمال. هل رجل أعمال؟ مقاييس التمثال سليمة والختم الملكي موجود. يعني تقرير حضرتك المبدئي؟ مفيش تقرير مبدئي، تقرير نهائي، التمثال اصلي. يا نهار اسود ومنيل، اكشف عليه التاني يا دكتور، عليا النعمه التمثال ده مضروب. اكتب يا ابني: يتم حبس المتهم عبد المعطي سلامه شلش احتياطيا وتحديد جلسه النظر الموضوع. يا باشا انا بريء. يا عسكري عليا النعمه. خد الواد ده من هنا. قال لي ما عملتش حاجه، التمثال ده مضروب. عليا النعمه يا باشا انا بريء. دي نظرة الطفل، كيف تعرف؟ عليك يا ابني، يا ابني يا ابني يا ابني. شكرا جدا. العفو يا فندم. مع السلامة. مع السلامة. اكتب يا ابني. تم لفظ محضر تاريخ وساعته. زي أكرم البدري. واو توحشها. الزبده اللي اسمها زبده دي راحت فين؟ بقول لك ايه؟ أوكي. انت المسؤوله قدامي. أوكي. لازم تتصرفي حالا والا بشرفي هضيعك، همسحك من على وش الدنيا يا سرايا. Thank you.
شوقي. طمني يا شوقي لسه جامع عبد الحكيم. شويه وهنقلك من المستوصف ده، انا هوديك على المستشفى كويس، ما تخافيش. كتر خيرك يا سعد. الحمد لله لحقت. لحقت اشوفك قبل ما اموت. كلمت ايه بس الكلام ده؟ هتبقي زي الفل ان شاء الله، ما تخافيش. جميل يا شباب، انا ما عملتش حاجه، فوقعت هتبقى كويسه ان شاء الله. كل ده ما عملتش حاجه. صرت سري وقويتني. كنت احن على ابنهم الهبل عملته وهرب. افتكر يا حسن ربنا هيسامحك. ربنا كبير يا شباب، ربنا بيسامح الكل. الواد اللي جبته للدنيا وحسيبه هو كمان هيسامحني. متخافيش يا شباب، الواد انا هكتبه باسمي وهيفضل عايش طول عمره ابن حلال ومرفوع الراس. متخافيش. كفايه كفايه عليك لحد كده. عايز اطلب منك حاجه. وامور يا شباب. خد الواد، خد الواد واديله اختي. لو اعترف برضه الشهادة ما تعملوش حاجة. أنا عملت اللي عملته ده برضاي، كنت بحبه بس خلاص. أنا مش زعلان، أنا سمحت. مش ربنا كمان يسامحني. شوف حسن عقبة اللي صعب وصل روح أدخل. ما نزلتيش وشك ليه؟ شلتيش الميك اب ليه؟ اشربي اشربي عشان تهدي. اشربي هتهدي اكتر صدقيني. اشربي. انسي اكرم يا ذكرى، يا ذكرى اكرم البدري عمره ما هيبقى ليكي. افهمي ده كويس قوي، واللي بتعمليه النهارده ده انت واقفه جنب اكرم. إن اللحظة اللي أنا بقعدها معاكي بيبقى عمرها سنة سنة. شوفي انتي بقى انتي بقى هبقى عشت معاها عشت معاها سنة سنة. الست ما اتخلقتش عشان تبقى الراجل واحد بس. انتي كده بتظلمي نفسك خالص يا حبيبتي. النهاردة ممكن تتفتح لك كل البيبان بنظرة واحدة بس من الباشا. ركزي وافهمي كويس بدل ما تخسري كل حاجة. هتعملي اللي فيها شريفة انت كمان يا بنتي يا بنتي. خليكي تصبحي. اقعدي
وكويس انه ما عرفش اللي انت عملتيه. الرجاله كلها بتوعد بكل حاجه طول ما هم جعانين، بس اول لما بتشبع بتنسى. اطلبي كل اللي انت عايزاه قبل ما ينسى، فاهمه؟ مفيش حد بيدفع تمن حاجه مسكها بيده. يلا قومي بس يلا. هيعجب الباشا قوي. ايوه يا اكرم بيه، اجي لحضرتك فين؟ خايفه؟ خايفه؟ اختار ليه البنات اللي زيك؟ عشان نظرة الخوف دي، نظرة الخوف من كل حاجة، خصوصا من اللحظة اللي جاية، لحظة تساوي متعة الحياة نفسها. واتمتع باللحظة دي أكتر ما بتمتع بيك. حسن محمد الرسول. الله يرحمك يا شو، كان كل حلمك راجل تحبيه ويحبك وتجيبي منه حتة عيل قبل ما العمر يعدي. شفتي بقى الدنيا بتعمل ايه؟ عيلتين من غيرك، واب ندل ساب واتكتب باسم واحد غيره. يا ترى بقى الدنيا هتوريك ايه تاني؟ وانت بقى سي حسن هتعمل ايه مع ورده؟ مش ناسي حاجه؟ يا سوريا ما قالتلكيش؟ طبعا سوريا أستاذة في إنها تبوظ أي حاجة بريئة. الشيكة كويس قوي إن أنتي ما سمعتيش كلامها وطلبتي، لأن الرقم اللي في الشيك ما كانش هيخطر على بالك أبداً، لأن اللي زيك ما بيعرفش قيمة نفسه، لكن أنا بعرف. خدي الشيك بتاعك حبيبتي.
خيرك.